فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود، وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة. لا، للمكتوبة. قال: إنها للمكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم، وهذا استمرار في السياق، وكما ذكرنا تكرارا أن الشيخ رحمه الله إذا دخل في موضوع فإنه لا يغادره حتى يستكمل ما فيه من البحث والأدلة. وفي هذا ذكر أنهم دخلوا على أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم صلاة أمير المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، رحمه الله، هذا الذي يلحق بالخلفاء الراشدين في اعتداله واستقامته وعلمه وزهده وورعه وخوفه من الله، ومع ذلك كان معتدلا مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصلاة صلى بهم صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، فسألوه: هذه نافلة أم هي الفريضة؟ قال: إنها الفريضة، وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يشق على أمته، كان يخفف الصلاة مع الإتمام، خفف الصلاة مع الإتمام، مع الإتمام، يكون مراعيا للصلاة فيتمها، ومراعيا لحالة المأمومين فلا يشق عليه، فيخفف الصلاة لئلا يشق عليهم. هذا هو الاعتدال، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.